العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ومن نفخه ومن نفثه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حشاك والله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني سبحان الله، بسم الله ما شاء الله، يعني حتى السيارة ما عاد، شوف يعني شوف حتى السيارة والله بدأت، شنو هذا؟ مو حرامات هذا الصوت الحلو يروح للنار جهنم ويشوي، مو حرامات ها، ويعذب في نار جهنم ويكون فيها خالدا وإلى الأبد، أليس حرام؟ الله يهديك إلهي يا رب العالمين. ليش وأنا ضالع عشان يهديني؟ لا خطية أنت، يعني ما خليت، أستغفر الله، إنك يعني اليوم تجرأت على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز يا صالح، وهذا لا يجوز. شوف كم الشباب اللي يسمعوا لك، وشوف أنت يعني هذا فكرك، وإحنا كل واحد وحياته يا عم، ما تسيبنا في حالنا، يعني كل واحد مرتاح، دا نعيش حياتنا ودا نصلي ودا نعبد الله، يعني أنت ليش مزعوج من هاي الحياة مالك؟ أنا مو مزعوج، أنت اللي مزعوجة. والله ما مزعوجة، بس أنا جاية أحارب، لأن أنت جاي تحكي على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرتي على الإسلام وغيرتي على الله وعلى النبي لا تقبل هذا. أيوة، ليش ما تحكي من آني أجي؟ ليش تسكت؟ أرد أعرف ليش تسكت؟ لماذا تسكت؟ شو تريديني أقول؟ قل لي آية 23 و24 يلا. نفس الصورة؟ نفس الصورة. يلا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما هذا الصوت الجميل يا صالح؟ ما شاء الله ما شاء الله. صوت ايش؟ انت تركتي كل هذول القراء جالسة، انت ليش تتوقعين انه انا مقاري هذه الايات 5000 مرة؟ يعني لا اعرف، ولكن هناك شيء جعلك يعني ترتد وتكون من المرتدين. انا مش مرتد، انا مسلم. يا لهوي، هم يقول اني مش مرتد. خطي هاي السياره اليمي، هاي شلون حتطلع؟ هاي صايره مجرمه يا اماتي. يا الله، اي قل لي زين، اريد اسمع ايه ما جنة من عندك. خلاص اسكت شويه، ايه خلاص تعبت. هاي 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 25 وخلاص، وختامها مسك. يلا ايه 25 بليز، اخر طلب. اوكي يلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل،
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله، وهم فيها خالدون، والله يهدينا ويهديك ونكون من الخالدين في جنات النعيم، اللهم آمين. وشكرا على الإضافة، وسوف أكون معاك على البث، خلي أشوف وأكتب لك اللي قاعد تقوله، ها، حتى ما أنسى، لأن أنا أنت مسوي سحر، كل ما أطب عليك أنسى. يلا أضحك الله وسدك إليه يا رب العالمين، وهداك الله إلى الإسلام، اللهم آمين يا رب. يعني شلون هذا الرجل؟ يلا نزلني. شو أنت عملتي ترجمة ولا جلستي بالسيارة ولا سويت اليوم؟ يعني رحت الترجمة أول شيء برجلية، وبعدين يعني السيارة مثل ما شفت أنا كان ما عندي أمل بأنه هي تشتغل، بس الحمد لله اشتغلت السيارة. وليش ما كان عندك أمل تشتغل؟ لأن الباتري يموت بهاي الأجواء، حتى غيرت الباتري مالتها بس هم يموت. أي والله. محمد صالح. نعم. أريد منك طلبا وأرجو أن تلبي هذا الطلب. إذا له علاقة بالبث ما راح ألبي لك إياه. ما إلى علاقة بالبث. خير. ما أدري خير لو شر. خلي أروح بعد أفكر وبعد. قولي لي شو بدك، قولي لي عزيزي. لا أدري إن كان خيرا أم شرا. قولي شو بدك يا عيني. هو أنت بتخلي، والله أنت 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 تخبر الواحد، ترى والله العظيم تخبر الواحد. أنت والله في بيكشي. قولي لي شو تريدين. على قولة واحدة صديقتي مصرية تقول لي ملك يا خديجة مع الراجل ده، هو عامل لك عمل؟ والله صدق كلامها، عامل لك عمل؟ ايه ده يا خديجة، ايه ده؟ قلت لها لا خطية، مو هو قالت لي ايه خطية، هو ايه خطية؟ قالت لي لا انت بتدخلي على البث، يعني مش محدش، انت كمان محدش فاهمك. قلت له علشان انا لما اطب على البث مالته ما ادري انسى كل شيء، وما ادري شوف ولا، ولما اصعد اريد انزل ما ادري ليش، ولما ما اصعد اريد، يعني اريد، ما خليتني اشوف. انا اقول لك شو مشكلتك عزيز. لا ما اريد مشكلتك. لا 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 خليني اقول لك مشكلتك، انه قلبك طيب كثير، وانت تعرفين انه انا مو كذاب، ولانه قلبك فيك طيب وكبير، فبالتالي تعتقدين انه انا ممكن احترق، فبالتالي تجين انت تعتقدين هذا. لا 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 سوف تندم يا جميل. والله راح تندم. أنا ما راح أندم، أنا نادراً ما أندم بحياتي. أقسم بالله راح تندم حباب، والله صدقني راح تندم، لأنك أن أراك وأنت تتعذب. خديجة خلونا أنا وأنت نفكر هكذا، خلينا نفكر مع بعض. اسمعيني، شوف بس لحظة، خلي أروح هاي الترجمة، وإذا أنت بالبث بس أنت ظهرك ما يوجعك هالقد قاعد داما، وأنا متعود على الجلوس. يلا أخلص هاي الترجمة وإن شاء الله أرجع لك. بس فدوى لعيونك، تديري بالك على حالك بالطريق، أوكي؟ إن شاء الله. الطلب الوحيد والأخير آية 27. ما رح نخلص من موضوع الآيات خديجة. بس هاي بليس، بس هاي حباب. يلا وأريدك تشرح لي إياها وتفسر لي إياها حماتين النوبة، أوكي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن همزه ومن نفخه ومن نفثه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فسر لي إياها وبعدين كمل اللي وراها. خديجة هذه مسختيها أنت، هذا صار في برنامج الشريعة والحياة، هذه ما صار فيها. ما أفهم غير تفهمني. شنو أفهمك؟ شنو أنا يعني صراحة أجي أعلمك الدين؟ الذين ينقضون عهد الله، من هذول الذين ينقضون عهد الله؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي الذين علموا ما أخذ الله منهم من الميثاق. إيه؟ هؤلاء الناس ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي بمعنى يكذبون على الناس، أي بمعنى أن الله قال لهم أنه هناك أمور المفروض تكون بهذه الطريقة فيجون يقطعوها مثل ما يفعل المشايخ الدجالين، ويفسدون في الأرض. ومن هم الناس الذين يفسدون في الأرض؟ هم مشايخ المسلمين وعلمائهم. أنت شو فسرتها على مزاجك؟ ها قدرت على مزاجي. لا قدرت تجاوبني، قدرت تجاوبني، قدرت تتحداني وتناقشني. فتعال. اي والله تعال تعال اشبعك جهنم. تعال. اي والله اسمع، شبعيني جهنم ولا تشبعيني امور ثانيه؟ لا لا اشبعك جهنم. اسمع شوف، انا بقى انت ما عند جهنم مو بيدك عشان تشبعيني اياه. جهنم مو بيدي، لعد بيد من؟ المفروض جهنم بيد اللي خلق جهنم. ومن هو الذي خلق جهنم؟ والله لعد كل هاي اللي قاعد تحكي علي يمن. علي يمن يا قلب تعتب علي يمن. استغفر الله، استغفر الله، صارت ماسخة والله على قولة هدى. ايه يا خديجة صديقتي كمان عندك هدى؟ ايه والله صديقتي المصرية. انا كمان عندي صديقة اسمها هدى صراحة. سبحان الله. ايه والله والله البارحة بالبث صدمتني، سبحان الله، تقول تحب عبد لا فريد الأطرش، وأبويا يموت على فريد الأطرش من كثر ما يحب فريد الأطرش. أنا طلعت شبه أسمهان والشامة مو جوا فوق. لا والله العظيم. أنت بهاي الطريقة الآن تعرفين شنو؟ خلاص أنا لازم أجيلك للنرويج. لا لا استغفر الله، شنو تجي للنرويج؟ شنو يا شنو تجي للنرويج يا بس؟ استغفر الله، ما هذا ما هذا. ها شوف، إن شاء الله إن شاء الله عندما يعني يهديك الله سوف نتعرف على زوجتك ونكون أحبة وأصدقاء ونعيش في هذه الحياة، يعني حياة جميلة. لماذا تعكر كل هذا يا محمد صالح؟ وشوف شوف الشمس هناك، شوف إيش قد حلوة، باوع باوع الشمس، باوع ما شاء الله، سبحان الخالق ما شاء الله. والله يا محمد صالح شوف، لازم نقول الحمد لله على نعمة الإسلام. أنا فرحانة. ليش فرحانة؟ لأن أصحى مرتاحة، ما قلقانة، ما حكون من الخاسرين، ما أكون من الخالدين في نار جهنم. حتى شوف، فرضا بأنه لو عرفنا بأنه ماكو، أوكي عرفنا ماكو، هسه أنت ليش ما تريد تفهم اللي أنا أريد أوصلك إياه؟ ليش يعني انت من راح تموت اذا اكو؟ ها انت تقول، انت تخبر الواحد. والله انت اصلا انت ما تعرف اصلا انت شنو قاعد تريد. انت يعني انت منا تقول اني مسلم، ومنا تقول اني استغفر الله ما ادري شنو. ها شلون هيك يصير؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طلعني شوية أحل السينما وماتي. أي قول. أنا أشوف أنه أنت ماخذ الموضوع بطريقة خاطئة خديجة. لا والله أنت ماخذ الموضوع بطريقة خاطئة، ويجب أن تصحى قبل أن شايف هاي الشمس، هاي الشمس شايفها هاي، إذا
شرقة من الجهة الثانية خلاص باب التوبة ينسد. أنا أقول لك شغلة يا خديجة، هالشمس بحياتها ما راح تشرق من ناحية الغروب، لأنه هذا ضد الطبيعة وضد الكون وضد النظام الفلكي. ومن يحيينا ومن يميتنا؟ والله سبحانه وتعالى يا خديجة يا عزيزتي أعظم وأجمل وأرحم من هاي السوالف اللي أنت خايفة منها. أنا ما خايفة منها، أنا أؤمن بها، وإن شاء الله أكون في الجنة إن شاء الله، جنة الفردوس. أو مو كلها، هي الجنة طبقات، الطبقة لا أريد الفردوس. راح أكون معاك هناك. يا حبيبي هتكون معايا على كل هذا الحكي؟ لا بالله، والله راح أكون معاك. فينك يا هدى؟ يعني من كثر البرد يعني صدري مقفل من القحة والله. سلامتك. في شال تلبسين شال انتي؟ أنا لابسة أصلا ربطة. أنا أصلا لابسة الربطة شيء ثاني. وين الشال؟ دور علي وين الشال. ضروري جدا عشان الرقبة والعنق، وبنفس الوقت عشان الصدر. لا تطلعي إلا إذا أنت لابسة شال. أول ما تقولين على شهر 10 الشال يعني يصير من الضروريات، وخلي يكون عندك هكذا 5-6-7 أنواع يعني. والله عاد ما أعرف جايبة شال ما جايبة شال. هاي جايبة ملابس كردية. رايحة. هاي من شنت شم؟ نسيتها بالسيارة. من شنت شم؟ صديقتي فاطمة. يا لهوي أدور عليهم بالبيت. لقد لقي. هذا ذهب؟ لا تعليق. خديجة فدوى لقلبك. ترى لا تبيني شغلاتك بهاي الطريقة. لا هي طلعت لوحدها. كنت أدور غير أنت قلت وين الشرف؟ الشرف غير أخاف عليك. هاي عباية. لا هاي عباية. هاي مو شرف. تلبسين عباية؟ إي طبعا من ألبس هدوم كردية ألبس عباية فوقها، لأن الهدوم الكردية براقة وتبين هواي يعني محاسن المرأة، وما شاء الله جذابة تجذب النظر. طيب هذا حلو. فهم لا ما يصير ما يصير ما يصير أني أجذب النظر. ماكو شرف. هاي ورا هاي شنو هاي؟ هاي سجادتي. هاي سجادة مالتي هاي. لا مو هاي الثانية، هذا اللي عامل مثل خاولي. لا هذا هاي البطانية هاي. أها هاي بطانية مال لولو. من تعرفين خديجة سيارتي جاي بيها كل شيء إلا أنا. كلهم يقولون والله على مرة صار عندي بنشر. هدى قالت لي ميديا العفش ده حناخده فين؟ أي والله أي يعني إحنا مناقشة ماكو وما ماكو يعني. أنت عندك خوف رهيب من يوم القيامة وهاي السوالف، وما أدري مين اللي زرع هاي الأفكار براسك. ما خذني زرع. أنا شفت هاي من وأنا صغيرة ببغداد. أنا كل هاي عرفتها وشفتها. شلون هسه دا أشوف هاي الشمس قدامي هيك واضحة. أنت فقط خوفوكي بهاي الأفكار. مثل ملايين الناس. إشبية عايشة حياتي، عايشة أصلي أصوم أطلع أكل أنام أقعد. إشبية وآمنة بالله خسرانة شيء؟ لا ما خسرانة. على طول عايشة بهذا الرعب، تعتقدين أنه رب العالمين راح يحطك بجهنم. إيه طبعاً يجب أن نحاسب. إحنا شنو هسه؟ أنا هاي قعدت وياك، هاي لازم أتحاسب عليها يوم. ليش تحاسبين عليها؟ والله ربنا راح يدخلك الجنة بسبب هاي القعدة. يعني يدخلني الجنة على هاي القعدة؟ طبعاً. إيش لون بالله؟ لأنك أنت مع إنسان
بقدرك، بيشوفك كامرأة محترمة، ما عنده حقد، ما عنده أي مشاكل مع أي حدا، وناس محترمة هنا، وجالسة أنت تتكلمين باحترام وبأدب. هذه كلها راح تكون في ميزان حسناتك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شنو هالبرد يا ربي؟ شنو هالبرد؟ ها؟ وينك أنت؟ محطة البنزين؟ لا، وصلت المكان اللي راح أترجم به. آه. بس علي أدخل رقم السيارة وأبدأ بالترجمة، لأن هنا الحياة تراد شغل، وإذا ما تشتغل ما يصير. بتدخنين خديجة؟ شنو؟ بتدخنين؟ لا جد؟ ما أدخن. هاي لا تحط الكاميرا على الرقم السلوك. كنا وبأنسى، شوف كنا وبأنسى كنا وبأنسى. حتى بالكتابة عصبية، ما أدري ليش كسرت. صن خلصنا. لحظة أشوف الترجمة بدت. إذا بدت. هاي قرباني توني استاذ. زين، هاي بدت الترجمة. يلا عيني، مع السلامة. مع السلامة. هلا هلا، موفقة بيومك توني.